السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناتكم قناة كتاكيتو بني لتربية الدجاج. النهاردة زي ما عودناكم هنتكلم عن مرض جديد في الدواجن، المرض اللي هو بنقول عليه العرج والكساح. طبعا لازم يكون معروف له أسباب، فهناخد النهاردة أسباب العرج والكساح في الدواجن. أول حاجة عندنا، هناك 8 أسباب هي اللي بتؤدي للعرج للطيور، منها ما هو مرضي ومنها ما هو غير مرضي. تعالوا نعرف مع بعض الأسباب الغير مرضية. أول سبب عندنا طبعا بيبقى فيه نقص في الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د، أو اختلال النسبة بين الصوديوم والبوتاسيوم، اللي طبعا بتؤثر بشكل مباشر على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، فيحدث بذلك طبعا عرج وعدم القدرة على المشي طبعا. والعلاج وضع كالسيوم وفيتامين د في العليقة، أي ضبط النسب بينهما، وده بيبقى طبعا في العليقة المتوازنة. طيب، في عندنا برضو الجفاف، وهو فقد الطائر لمحتوى المياه لجسمه، وده بسبب سوء التفريخ وقلة الرطوبة أثناء نقله، لذلك يجب إعطاء أملاح تعويضية عند الاستقبال، وأيضا بسبب التعطيش أثناء التحضين كقلة المياه بسبب السقايات الغير كافية وسوء توزيعهم في مكان تحضنهم أو ارتفاع حرارة العنبر عن معدلها، كل طبعا دوت بيؤدي للجفاف ومن ثم إلى العرج زي ما احنا شايفين. طيب عندنا بعد كده طبعا العلاج. العلاج ده طبعا بنحط أملاح معدنية 2 كيس محلول معالجة الجفاف لكل لتر مية مع ضبط درجة الحرارة. تالت حاجة عندنا النقرس الأحشائي، وهو عبارة عن تجمع مواد تباشيرية زي ما احنا شايفين أو جيرية حمض اليوريك في التجويف البطني، ولما يترسب في المفاصل بيعمل طبعا عرج، ولو ترسب في القلب أو الكلى بيحدث نفوق. طيب عايزين نقلل النافق، هنعمل ايه؟ هنزود السقايات طبعا 8 ساعات نفرو لايت 2 جرام على اللتر مية، و 8 ساعات توكسينيل مع نترو لاك. رابع حاجة عندنا طبعا تلوث المية وملوحتها الزايدة، فملوحة المياه بتأثر على الكلى طبعا وبتعمل سموم أو كراتوكسين، فيضعف الطائر ولا يستطيع الحركة ويحدث ركود وعرج. العلاج عندي طبعا بتجنب الاملاح الزايدة، وبحط مية عذبة، وبضع مضاد سموم وغسيل كلوي. خامس حاجة عندنا طبعا اضافة المضادات الحيوية بكميات كبيرة والوقت طويل، وخصوصا المضادات الحيوية التي هي من عائلة التتراسكلين كالأوكسي والكلوراتتراسكلين وغيرها. العلاج طبعا برفع المضادات دي طبعا وبحط مضاد سموم وغسيل كلوي. ثانيا الأسباب المرضية، مثل السموم طبعا الفطرية وخاصة الأوكراتوكسين، المفروض لا نقلل من خطورة هذه السموم اللي هي سموم العلف، وما يجب فعله للحد من هذا. بيلزم طبعا على المربي معرفة المصادر الأمينة والموثوق فيها من مصانع العلف، وتخزين العلف تخزين سليم بضبط التهوية والحرارة والرطوبة، وعدم تخزينه لفترة طويلة، ويجب أن يكون لكل دورة علف طازج. طبعا استخدام مضادات فطرية وهي التي تعمل على منع نموها، مثل الصوديوم دايسلفيت أو الميثيل بروبان أو كبريتات النحاس وغيرها. طبعا عندنا الأمراض المعوية مثل السالمونيلا والإيكولاي والكوكسيديا والكولوستريديا
وأحد أنواع الميكوبلازما. هذه الأمراض طبعا بتؤدي إلى العرج، وذكرنا كل مرض على حدة في حلقات منفردة للي حابب يطلع عليها. عندنا ثامن حاجة الأمراض الفيروسية مثل الجمبورو والربو اللي بيؤدي إلى الأي بي وتؤدي إلى العرج، وقد تكلمنا عنهم أيضا في حلقات سابقة بالتفصيل للي حابب يطلع عليها. العرج والكساح في الكتكوت عمر أسبوع له عدة أسباب كما ذكرناها، وهي بيبقى طبعا خلل من الأم سواء من عليئتها الغير متزنة أو من معمل التفريخ بتفريخ بيض مخالف لقواعد التخزين، يعني متخزن لفترة طويلة أكتر من أسبوع وفي درجة حرارة أزيد من 18 درجة مئوية. كل ده طبعا بيأثر على الفرخ فيضعف فلا يستطيع الحركة فيحدث عرج. طبعا سموم العليقة، ودي تعرفها وبتظهر بعد نزول العليقة ب 18 ساعة أو أكتر. بعد كده عندنا النقرس، الجفاف، مرض السلمونيلا ومرض الإيكولاي، ودول ذكرناهم برضو في حلقات سابقة بتوسع، ودول الأسباب اللي بيظهروا للكتاكيت أول عمرهم. وبكده تكون الحلقة بتاعتنا خلصت، ولو في أي استفسار عن أي شيء يخص الحلقة ياريت نسأل في التعليقات، وإن شاء الله هنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت. وياريت لو الحلقة عجبتكم ما ننساش نضغط لايك وشير عشان نشارك الحلقة، واللي ما اشتركش معانا في القناة يضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان لو أي حلقة جديدة نزلت تقدر يجيله إشعار عليها ويتفرج على الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.